وللقاء المزيد من الضوء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة الدكتور زكريا خنجي الخبير في البيئة وسلامة الأغذية. دكتور، بداية نرحب بك. مرور أسراب الجراد في سماء البحرين ليس أمر معتاد، فما هو السبب الذي أدى لظهورها هذا اليوم؟ أولا شكرا لكم على هذا اللقاء السريع. هو يعني مثل ما قال الدكتور عبد العزيز أن هذه ظاهرة طبيعية، يعني يمكن احنا ما يجينا باستمرار، ولكن هجرة الجراد هجرة عادية طبيعية، جزء من السنن الكونية اللي موجودة في الكرة الأرضية. لا يمكن ان احنا نقول ان هناك خطر ولا هناك خطأ ولا هناك كذا. ربما هو كان يسير في مساره، وبسبب هذا المنخفض الجوي اللي الكل يتكلم عنه أدى إلى رحلة هذا الجواد. شنو سبب المنخفض الجوي؟ هنا قصة أخرى، موضوع آخر. قد يكون سبب درجات الحرارة، قد يكون سبب رياح في المنطقة، قد يكون هناك أسباب أخرى تحتاج إلى يعني الخبراء في الأرصاد الجوية ممكن يتكلمون فيها. ولكن يجب أن نفهم أن رحلة الجراد رحلة عادية طبيعية، لا لها تأثير ولا لها تغيير. سنويا تقوم بهذه الرحلة. دكتور، هل فترة مرور الجراد فوق سماء مملكة البحرين ومناطقها يأخذ وقت طويل مثلا، أو هل هناك تأثيرات على مثلا المحاصيل الزراعية الموجودة في البحرين، أو حتى على يعني الناس الموجودين في الشارع؟ شوف بقول لك، يعني احنا خلينا نكون واقعيين، احنا حقيقة ما عندنا محاصيل زراعية ولا نخاف من الجراد على محاصيلنا الزراعية. ربما بعض الدول اللي تعتمد اعتماد اقتصادها يعتمد على محاصيل الزراعية، ممكن ان احنا نقول ان والله الجراد يؤثر فيها. احنا ما عندنا محاصيل زراعية استراتيجية او اقتصادية نقدر نقول والله هذا الجراد إذا وصلنا البحرين ممكن يؤثر. ولكن هناك مزارع دكتور موجودة في مملكة البحرين وتنتج بالضبط. ولو كان جزء بسيط من الأغذية. هذه بايها حين. إحنا عندنا مزارع بسيطة جدا تنتج يعني بعض الورقيات، تنتج الطماط، تنتج الخيار، ولكن هذه لا تعتبر محاصيل استراتيجية. يعني أنا ما أتكلم عن قمح ولا أتكلم عن ذرة ولا أتكلم عن قوت الإنسان اليومي. يعني أنت ما تقدر تستغني عن السلطة إلا ننتج إحنا سلطة في الأول والأخير، يعني كلنا يعني ناكل السلطة، ولكن بعد نقدر نستغني، لكن ما تقدر تستغني عن الخبز، ما تقدر تستغني عن العيش. هذه هي تعتبر محاصيل استراتيجية زراعية، ولكن طبعا تؤثر على بعض المزارع، تؤثر على بعض المنتجات، وهذا طبيعي. بما أن هذا الجراد لا يعيش إلا على المنتجات الخضراء، فمن الطبيعي إنه يهاجم عليها، ولكن ما فيها تأثير ذاك التأثير إلا لبعض الدول اللي أصلا تعيش على هذه المحاصيل الزراعية. يعني نعم. إذن الدكتور زكريا خنجية الخبير في البيئة وسلامة الأغذية، شكرا جزيلا لك.